أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة، وهي إذا فإن صفة لله عز وجل القرآن بصيغة الجمع فلا نأخذ منها إثبات الصفة، كقول الله تعالى: مما عملت أيدينا، وإذا جاءت بصيغة الإفراد أو التثنية فنأخذ منها إثبات الصفة؟ أنا قلت لكم كم مرة لا تقعدون قواعد من عندكم، ارجعوا إلى كلام السلف في هذا والضوابط التي مشى عليها السلف الصالح. يا أخي، الصفة إذا أضيفت إلى مفرد أفردت، وإذا أضيفت إلى جمع جمعت، من أجل المشاكلة في اللفظ. فلا يقول يدنا وإنما يقول أيدينا، مشاكلة في اللفظ. وكلمتنا بالنسبة لله هذا ضمير تعظيم، ما هو ضمير جماعة، وإنما هو ضمير التعظيم. هذا حتى عند علماء النحو يقولون إننا إذا جاءت يراد بها الواحد فهي للتعظيم. وهل هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ أنا قلت ضمير تعظيم، وجمع الأيدي أيدينا بالنسبة للضمير لأنه على صورة الجمع، فجمعت الأيدي للمشاكلة. وأنا أوصيكم ما تكلمون في هذه الأمور بدون بصيرة ودون علم، أو تقعدون قواعد من عندكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.